سعيدة أن أنا النهاردة موجودة مع الدكتور طارق سمير الجهري، دكتور واستشاري طب الحالات الحرجة، كلية طب القصر العيني. سعيدة أن أنا موجودة في مركز مهم جدا. المركز ده بجد يمكن ما فيش في مصر يمكن واحد، وإحنا محتاجينه الفترة دي جدا. مركز تأهيل طبي للمسنين، وممكن كمان ما يكونش مسنين ولكن للحالات المزمنة، الناس اللي قاعدة في البيت عندها علاج مزمن، بتقدرش تتحرك في السرير، عندها قرح فراش، الناس اللي ما بتقدرش تقوم من السرير بكل المعاني بقى أيا كان اللي عندها. هنا في المركز ده الدكتور بيتعامل مع المريض ده كأنه في البيت، لأنه المركز مش كبير، المركز حوالي 20 غرفة، والمركز بيستقبل المريض على انه في بيته. فاي انسان عنده مشكلة انه جاله كورونا، الاسرة جالها كورونا وعندهم مريض خايفين عليه في البيت، بيجي المركز لانتهاء فترة العلاج للاسرة. او بعيدا عن الكورونا، الاسرة المسافرة عندها شغل برا، عندها او حد من اللي بيخدم المريض ده مريض ومش قادر يقوم يخدمه، بيجيبوا هنا المركز فترة مؤقتة لغاية لما يكون جاهز لعلاجه. وعايزة أقول كمان إن في حالة واحدة الدكتور بيقدمها مجانا لغير القادرين اللي تبقى فعلا محتاجة السرير ده. فالنهاردة هنعرف أكتر من الدكتور، أنا برحب بيه وبقول له أهلا بيك يا دكتور طارق. أهلا بحضرتك، أنا برحب بحضرتك. طبعا أول حاجة عايزين نعرفها ونفهمها، إيه هو طب المسنين، أو إيه هو الدار أو التأهيل اللي إحنا موجودين فيه ده للمسنين، عشان ما نلخبطش ما بين دار مسنين اللي هما بقى الناس بيقولوا عقوق الأبناء وبيرموا ولادهم فيها، وبين التأهيل أو طب المسنين اللي إحنا فيه. فهنعرف أكتر من دكتور طارق إيه هو طب المسنين. المركز المصري لعلاج وتأهيل المسنين، الفكرة ظهرت من الاحتياج المجتمع مع تقدم العمر اللي بقى موجود، مع الناس أعمارها معدل الأعمار زاد نتيجة الرعاية الطبية اللي بياخدوها على مدار حياتهم، فالأعمار الكبيرة زادت، الآباء والجدود بيبقوا عندهم مشاكل مزمنة، مشاكل صحية مزمنة، سواء ظهرت مع كبر السن أو كانت أمراض موجودة من وهم صغيرين بس حصل زي تدهور في الحالة مع تقدم السن. أنا شغال في مجال الرعاية المركزة والحالات الحرجة بقى لي ما يقرب من 30 سنة. كانت المشكلة دي بتقابلنا دايما، المريض اللي حالته لا تستدعي رعاية مركزة أو دخل الرعاية المركزة وتم إنقاذ حياته وتحول إلى حالة مستقرة، لكن يعاني من أمراض مزمنة تحتاج علاج برضو، وفي نفس الوقت أسرة المريض مش قادرة تاخده البيت، فدايما بيبقى في مشكلة بين إدارة المستشفى أو إدارة الرعاية المركزة إن المريض خلاص أخذ كفايته من العلاج وهو حالته مش حرجة دلوقتي ويقدر يخرج من الرعاية المركزة، لكن برضو ما يقدرش يروح البيت محتاج رعاية طبية، فكنا نفتقد المكان ده. فالحقيقة جات الفكرة دي، وده يعتبر من أوائل الأماكن في مصر اللي بتهتم بالخدمة دي اللي بتقدم للمسنين أو أصحاب الأمراض المزمنة طريح الفراش، حتى لو سنهم صغير نتيجة أمراض عصبية أو نتيجة حوادث، بيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى في جميع التخصصات، قلب، مخ وأعصاب، عظام، جراحة، تغذية علاجية، أورام، بيقدمها على مدار 24 ساعة استشاريين من أساتذة في كلية طب القصر العيني أو عين شمس، تمريض 24 ساعة على أعلى مستوى، مدرب على أعلى مستوى. المكان لا يهدف فقط إلى الربح، إحنا بنقدم الخدمة بسعر معقول جدا، وفي نفس الوقت في أماكن يعني إحنا مخلينها للناس يعني اللي هم غير قادرة، برضو بنقدر نساعدهم بقدر الإمكان، وبيجي لنا تبرعات وبنقدر نساعد المرضى غير القادرين
في حدود ما يسمح المكان. دكتور برضو عايز اعرف ايه هي الامراض الشائعة للمسنين اللي بيكون اساسها ان هم يصلوا لهذا المركز؟ هو حضرتك المسن بطبعه في امراض خاصة بالسن، زي قرح الفراش وزي بعض الامراض النفسية وبعض الامراض العضوية. يعني لو هنتكلم على الامراض النفسية، فالاكثر الامراض النفسية انتشارا في بين المسنين هي الألزهايمر طبعا، اللي هو يعني فقدان تدريكي للذاكرة وإهمال للنظافة الشخصية، ودي بتبقى مشكلة كبيرة في البيت للأهل المريض. احنا هنا بنديهم رعاية كاملة، رعاية نفسية وتمريضية، وفي نفس الوقت اهتمام بالتغذية والنظافة الشخصية. برضو من الأمراض النفسية الشائعة في كبار السن هو القلق والتوتر والاكتئاب نتيجة تقدم العمر، والخوف من يعني دايما المصريين عموما بيخافوا من اقتراب الموت والتقدم السن والحاجات زي كده. فاحنا بنقدر نديهم الدعم النفسي، وبنحافظ على الكرامة الشخصية والنظافة الشخصية والاهتمام بمظهر المريض، بحيث ان حتى لما اسرته تزوره تبقى مبسوطة، يعني تبقى سعيدة انها جابته في مكان زي ده. في امراض عضوية بقى، أمراض عضوية ممكن تبقى باطنية أو جراحية. أمراض عضوية زي باطنية، زي مشاكل في القلب، تضخم في عضلة القلب أو هبوط في عضلة القلب أو اضطراب أو اختلال في نبضات القلب، ودي طبعا استشاريين القلب بيعالجوها. في مضاعفات مرض السكر، وخصوصا أن المسن بيكون عنده السكر بقاله سنين طويلة، فتبدأ مشاكل مرض السكر اللي بتيجي في الأعصاب أو الأوعية الدموية أو العينين، فدي برضو بنهتم بيها وبنظبط مستوى السكر في الدم، بنقيس معدل السكر في الدم ممكن 3 أو 4 مرات في اليوم، وبنقدم العلاج المناسب. وفي استشاريين مخصوص لمرض السكر بيجوا يمروا على المريض. في أمراض باطنية تانية زي ارتفاع ضغط الدم، زي الأورام، ودي بتبقى شائعة برضو في كبار السن الأورام، نتيجة ان المناعة بتقل. وفي بيبقى مرضى اورام علاجهم مش جراحي، يعني بيبقى الورم اكتشف في مرحلة متأخرة شوية، فعلاجه مش جراحي، بيبقى علاجه اهتمام برضو بالتغذية وتقوية المناعة ومسكنات الالام. لان الحقيقة ان المشكلة الرئيسية للمريض في الاورام اللي ملهاش علاج جراحي بتبقى الالام الشديدة اللي بتحرمه من النوم، ودي ما يقدرش، المسكنات دي بتبقى مسكنات قوية ما بتتصرفش للمريض من الأجزخانة عادية، لازم يبقى مركز مصرح ليه أنه هو يجيب أدوية مسكنات قوية اللي هي بتقترب من يعني بيسموها الجدول، يعني الأدوية اللي ما تتباعش للمريض العادي، لازم روشتة مختومة من المركز بنقدر نوفرها له. ومجرد ان احنا نسيطر على الالام المريض بيعيش حياه طبيعيه جدا، وبيقدر ياكل وبيقدر ينام وبيقدر يقرا الجورنال يتفرج على التلفزيون، حياته بتتغير تماما. في بقى مشاكل جراحيه زي الحاجات اكثر الجراحات شيوعا في كبار السن، الكسور اللي هم الناس الكبار اللي بيقعوا في البيت ويحصل لهم كسر في الفخذ، عظام الفخذ، ودي ممكن ما يقدرش يعمل عمليه، بيبقى محتاج ان هو ياخد فترة طويلة راحة في السرير مع تثبيت للعظمة بشكل طبي. بس هي دي يمكن اكتر المشاكل شيوعا في مرضى المسنين. يعني هنرجع برضو واكد على مشاهدينا اللي بيتابعونا واقول لهم ان ده الناس اللي بتقول احنا مش هنرمي اهالينا وعقوق الابناء وعقوق الاباء، احنا هنا مش دار مسنين بترمي اهلك فيها، لا ده مكان بتحفظ أهلك في فترة إن أنت جالك كورونا والأسرة، أو فيما بعد الكورونا أنت مسافر جالك شغل لمدة أسبوع لمدة 15 يوم ومش عارف تعمل إيه في المريض اللي عنده حالة مرض مزمن، ممكن ما يكونش أبوك وأمك، ممكن يكون ابنك بس مريض فراش أمراض مزمنة ما بيتحركش، فانت عندك شغل ضروري مضطر تسافر ولمدة 15 يوم، اعتبرها لوكاندا بس لوكاندا طبية، ومش عايز تودي المريض المستشفى او مفيش اماكن في مستشفيات، او المستشفيات دلوقتي عشان انتوا خايفين من الكورونا المركز ده 20 اوضة، يعني مركز مش كبير
ومركز جديد، يعني ايه التعقيم على اعلى مستوى. فعشان بس حتة الناس اللي بتقول عقوق الابناء وعقوق الاباء والحتة دي نرجع ليها. وكمان عايزين برضو نعرف من الدكتور نوعية الدكاترة اللي بتكون متواجدة في المركز، هل يعني بتبقى خاصة بكل الأمراض؟ يعني مثلا واحد عنده عمود الفقري ما بيتحركش، ففي علاج طبيعي، ففي الحاجات دي. يعني كلمنا عن الدكاترة اللي موجودين في المركز. هو التيم أو الفريق الموجود في المركز، هو أنا مدير المركز، موجود بشكل يومي. أنا تخصصي قلب ورعاية مركزة، فأنا موجود بشكل يومي. فأي مريض محتاج رعاية من ناحية القلب أنا موجود. في أساتذة سكر، في أساتذة كلى موجودين، كل ده أنا متعاقد معاهم. ومتعاقد معاهم الحقيقة، بفضل دايما السكان المعادي عشان يقدر يسعفني في أي وقت أطلبه، يكون في 10 دقايق ربع ساعة موجود، ويقول لي قبل ما أروح العيادة هعدي أشوف المريض، أو بعد ما أخلص العيادة هعدي أشوف المريض. فكلهم تقريبا الاستشاريين، سواء بطنة او غدد او سكر او كلى او جراحة او اورام، سواء اورام محتاجة علاج جراحي او اورام محتاجة علاج باطني، او في دكاترة متخصصين في علاج الالام بييجوا برضو يشوفوا المرضى. في انا متعاقد برضو مع استشاريين علاج طبيعي على اعلى مستوى في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، بييجوا 3 ايام في الاسبوع على الاقل، ولو احتجتهم اكتر من كده بيجوا. في ناس متخصصين في التغذية العلاجية، يجي يقول لي المريض ده وزنه كذا، عمره كذا، مريض كذا، مزمن قلب او سكر او غدد او محتاج كم سعر حراري في اليوم، ويقسم لي السعرات الحرارية، بروتينات كذا، نشويات كذا، سكريات كذا، دهون كذا، ويعمل لي فورمولا او معادلة، وبيقدر يحدد ياخدها على كم وجبة في اليوم، واذا كان نوع الاكل اكل عادي ولا سوائل او اشباه سوائل، وتتاخد عن طريق الرايل ولا تتاخد عن طريق انبوبة المعدة، او لو المريض يقدر يبلع بنقسم جزء كده وجزء كده، او لو مش قادر خالص بندي محاليل عن طريق الوريد. في دكاترة عظام طبعا مهمين جدا، بيجوا يشوفوا المريض وقت الحاجة، يعني كلهم من سكان المعادي. وهل في زيارات؟ يعني مثلا اهل المريض ممكن يعدوا لو مثلا موجودين حد، يعني ممكن يعدوا يشوفوه طول الوقت تبع؟ في زيارات، وانا فاتح، انا يعني حريص ان الجو ما يبقاش مقبض زي جو المستشفيات، يعني الى حد البيت. ما يعني انت عامل المركز زي المركز هنا زي بيت بس بيت متخصص، يعني مش دار مسنين. هنرجع ونأكد، ده مش دار مسنين، ده دار تأهيل طبي، دار للناس اللي عندهم حالات مزمنة وأهليهم عايزين خدمة ليهم زي البيت، ممكن يجيبوهم هنا. وعلى فكرة الدكتور مقدم حالة مجانا، يعني بتبقى حسب ما بيشوفوا الحالة الاجتماعية. برضو عايزين نتكلم عن الحالة المجانا اللي ممكن تستضيفها في المركز طبعا عنه. لازم نعمل كده، ودي رسالة الطب أساسا، يعني هو رسالة الطب تخفيف ألم الناس، يعني ومساعدتهم طبيا وصحيا واجتماعيا ونفسيا على كافة المستويات. سعيدة بالمشروع ده، وأعتقد يمكن إحنا ما عندناش كتير المشروع ده في مصر، يعني يمكن دار واحدة في الطريق الصحراوي متخصصة في ده، وده تاني حاجة هنا في زهراء المعادي. احنا المنطقة هنا المعادي، طبعا العناوين والتليفون بتاعت المركز والدكتور هتكون موجودة. وابعتولي كمان على السوشيال ميديا بتاعتي لو حد عايز الحالة المجانا، انا هكون الوسيط بينها وبين الدكتور، واحنا دايما بنسعى لعمل الخير دايما ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور. دكتور طارق سمير الجوهري اللي بيقوم بمهمة انا بعتبرها مهمة جميلة جدا في وقت كمان الكورونا، علشان المرضى اللي موجودين وسط أسر مريضة بالكورونا. شكرا لحضرتك. أهلا بحضرتك، أنا سعيد جدا.